صحابي وقائد عسكري مسلم، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. اشتهر بعبقرية تخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين في حروب الردة وفتح العراق والشام في عهد خليفتي الرسول أبي بكر وعمر في غضون عدة سنوات، من عام 632 حتى عام 636. يعد أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة طوال حياتهم، فهو لم يهزم في أكثر من 100 معركة أمام قوات متفوقة عدديا من الإمبراطورية الرومانية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية الفارسية وحلفائهم، بالإضافة إلى العديد من القبائل العربية الأخرى. اشتهر بانتصاراته الحماسية الحاسمة في معارك اليمامة وألبسل والفرائض، وتكتيكاته التي استخدمها في معركتي الولجة واليرموك. من هو إذن؟